مواجهات عنيفة في منطقة الفاخر بمحافظة الضالع جنوبي اليمن، هجوم مفاجئ للقوات الحكومية حرك معارك بينها وبين جماعة الحوثي هناك. مصادر ميدانية أكدت للعربي تقدما ملحوظا للقوات الحكومية في سوق الفاخر ومنطقة العود التابعة لمديرية قعطبة شمال محافظة الضالع. مستمرة المواجهات وسط فرار جماعي لقوات الحوثي باتجاه محافظة إب وفقا لمصادر العربي. الجيش اليمني أكد مقتل وإصابة العشرات خلال المواجهات في مواقع متفرقة من مأرب، كما قتل وأصيب آخرون من القوات الحكومية في تصديهم لهجوم الحوثيين في جبهتي المشجع والكسارة شمال وغرب المدينة. تدور معارك منذ صباح. وحدات من قوات الجيش اليمني شنت هجوما استهدف الحوثيين في جبهة المشجع غرب مأرب وألحق بهم خسائر مادية كبيرة. المركز الإعلامي للقوات الحكومية أكد تدمير مدفعية للحوثيين وأسفر عن سقوط ضحايا، كما استهدفت طائرات التحالف تعزيزات للحوثيين كانت في طريقها إلى الجبهات الغربية بمأرب، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوفهم. بالتوازي أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير هدف جوي معاد باتجاه جدة.